هي البورصة بقالها فترة عاملة انخفاضات متوالية. الانخفاضات دي بترجع لأسباب رئيسية، هي أسباب عالمية وأسباب داخلية. لو اتكلمنا عن الأسباب العالمية، احنا عارفين ان انجلترا عايز تطلع من الاتحاد الأوروبي الفترة الجاية، وده مؤثر بالسلب على أسهم الجي دي ار المقيدة ببورصة لندن، مؤثر على البنك التجاري الدولي اللي هو صاحب أكبر وزن نسبي، فبالتالي مؤثر على مؤشر 30. لو بنتكلم عن مؤشر 30، احنا يعني من ساعة ما وصل لغاية 7800 نقطة ابتدى ينزل نزول تدريجي، بقاله أكتر من 7 جلسات عمال يعمل نزول متوالي. النهاردة عامل أكتر من 2%، 156 نقطة، ليغلق عند 7146 نقطة. طبعا النقطة ديت بقالها فترة طويلة ما وصلهاش المؤشر، كان كل ما بيحصل المؤشر ينزل أكتر من 7200 كان بيبقى فيه ارتدادة، وارتدادة قوية كده جدا لارتفاع لأعلى. بحلول شهر رمضان المبارك بنلاحظ ان في تداولات بتبقى شويه منخفضه، الناس شايفين ان البورصه مش جاذبه للاستثمار الفتره الحاليه بسبب عدم وجود اي اخبار جوهريه او اخبار جيده. كان في صفقه تعقد لسي اي كابيتال للاستحواذ، ولكن الصفقه بقت بالفشل. تاجيل الصفقه لاكثر من مره كان نذير شؤم ان هي سوف تلغى بالكامل، لان معروف في عالم المال والاعمال كل تاجيل بيبقى مش في مصلحة التداول ولا في مصلحة الصفقات، لان بيبقى المستثمر خصوصا المستثمر المصري متأهب لاتمام الصفقة في اقرب وقت ممكن، فعدم اتمامها ده كان بيأكد ما شكوك لدى المستثمر المصري في وجود يعني نوع من عدم التفاهم ما بين الجهة الرقابية وما بين المستثمر اللي كان عايز يستحوذ على السهم. طبعا احنا كمستثمرين مصريين موضوع الصدمات المتوالية بنتأثر بيها تأثر جامد جدا، ولكن لما بيكون اخبار جيدة تتعلق بطرح اسهم في البورصة جديدة، اسهم حكومية كسبانة او اي شركة جديدة كسبانة، فده بيمتص الصدمة وبتدي المستثمر المصري بينسى الصدمة السابقة ويبتدي ان هو يعمل مراكز شرائية جديدة. لو بنتكلم على فئات المتعاملين بالنسبة للنهاردة، العرب والأجانب عاملين فروق مشتريات. العرب يعني أدائهم متباين من أول الشهر، هم عاملين صافي مبيعات. المستثمرين الأجانب هم اللي عاملين مركز شرائي قوي من أول الشهر، هم شايفين أن الأسهم القيادية عاملة طفرات سعرية جيدة، وان هي حتى لما بتنزل تتدنى اسعارها، فده بيبقى فرصة جيدة انتقائية للشراء. هم بيعملوا حاجة اسمها التارجت برايسز، والتارجت برايسز دي هم بيحددوا كل سهم في كل قطاع بيعملوا فيه، فبيحددوا كمية بسعر، ويبتدي اول ما بيوصل للسهم عند هذا السعر تلقائيا بيحط طلبات الشراء يعني بنسب من السوق لتكوين مراكز شرائية وبتكوين محافظ لاستثمارها. لو حصل ارتفاعات يتم بيعها فيما بعد تحقيق مكاسب رأس مالية. النهاردة المؤسسات عاملة فرق شراء، والأفراد هم اللي عاملين فرق بيع، وفوق البيع دي بترجع لأن أغلب المستثمرين اللي شغالين في البورصة هم أفراد مصريين، وهم اللي بيؤدوا إلى يعني نوع من الفيضان البيعي، وده بيأثر بالسلب على الأسهم في مؤشر 30 والمؤشر 70، وخصوصا المؤشر 70 لأنهم بيعتمدوا في شغلهم أكتر على المضاربة وليس الاستثمار طويل الأجل.